خاطر أن يأتي هدف لفريق ريال مدريد في نهاية المطاف. كما قلنا مدريد يملك الإمكانيات لأن يعود المباراة في أي وقت من الأوقات. ميزان القوة مختلف، هناك بون شاسع ما بين خطافي وما بين ريال مدريد. نعم هنالك اختلاف كبير. وبعد هدف الأول للختافي الختافي تراجع صفوفه، وعلى الرغم من ذلك ريال مدريد استطاع وبسهولة أن يصل.